ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريس. يعني نجلاء، ما المتوقع في إقرار جدول أعمال القمة العربية لهذا اليوم استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية بعد غد؟ نعم وائل، القمة العربية في دورتها 30 ستكون مثقلة بالقضايا والملفات السياسية الحارقة، هكذا صرح محمود الخميري الناطق الرسمي باسم هذه القمة. اليوم الثاني من اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، سيتم التباحث بخصوص العلاقات الدبلوماسية وأبرز القضايا السياسية اليوم الموجودة في العالم العربي، ومن ثم رفع هذه الأفكار والمقترحات والمبادرات إلى مجلس يعني وزراء الداخلية العرب في اجتماع يعني وزراء الخارجية في اليوم 29 من هذا الشهر. عديد القضايا التي تطرح بقوة وتفرض نفسها على جدول أعمال هذه القمة، من أهم هذه المستجدات هو يعني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان سيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل. هذا يبدو أنه سيكون العنوان الأكبر والأبرز في هذه القمة، بالإضافة إلى الملف اليمني ومعالجة الأزمة الإنسانية هناك. شكرا جزيلا لك نجلاء بوخريس مراسلة الغد، كنت معي من تونس على كل هذه المعلومات.